للأخبار الاقتصادية الآن، حركت هيئة التنقل العام في القاهرة الكبرى أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات. وقد أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن الهيئة أخذت تصديق الزيادة منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن تنفيذه بدأ من اليوم، وذلك بعد التحريك المتتالي لأسعار الوقود.